Il marchait d'un bon pas, mais sans se presser, juste comme il fallait. Il pensait à ses lettres, se réciter les noms des destinataires dans l'ordre où il les toucherait et sans jamais se tromper. Dioda est arrivé au-dessus de la montée rouge. Et il détourne, Voilà la claque bu. Il descend dans le pays, la première maison ouvre ses persiennes et dit à Dioda Tu fais ta tournée Mais oui, répondit Dioda, je fais ma tournée. La douzième maison ne dit rien. C'est parce qu'il n'y a personne. À la troisième, Dioda porte la main à son sac et appelle en entrant dans la cour. Veuve dominée. La veuve dominée doit être dans le jardin. Il pourrait poser la lettre sur la fenêtre avec une pierre dessus. Mais il attend. la vieille a entendu. Elle traîne ses sabots au coin de la maison. de بدأ يوزع هذه الرسائل كان بعض السكان طبعا يبادرونه بالسؤال إن كانت هناك بعض المرسولات إليهم إذا لا دوزا ميزون إذا المنزل الثاني لم يقل شيئا لم تفتح شبابيكه كما قلنا فيما سبق لا بخوميغ ميزون أوفر سي بيرسيان إيديا ديودا تفلت تغني إذا المنزل الأول أنه فتح أوفر طبعا هنا تنتكلمو على لوفاب أوفغيغ اوفر نتكلم على اللغة فيرب اوفريغ في الفاتحه سي طبعا كما ذكرنا في السابق لي بيرسيان لي فولي دي فونيتر لي فولي دي فونيتر اذا نتكلم عن جنبات النافذه مي لي فولي سون ولكن نتكلم عن هاد الجنبات بالخشب سون اون بوا بلان نتكلم عن انها كلها بالخشب كما نقول هنا بانها بالخشب لا مليئه ان مليئه بالخشب لا نتكلم عن الجنابات بالخشب وفي الوسط هناك زجاج لا نتكلم عن هذا نتكلم عن لي فولي المصنوعه بالخشب طون دي لي بيرسيان سون فورمي دو بوتيت برونش دو بوا اترافير ليكيل لو بو باسي اذا نتكلم عن نوافذ المصنوعه من الخشب ولكن مصنوعة من قطع خشب بحيث أن الضوء يتسرب من خلالها. عندنا هنا أترافيغ ليكال التي من خلالها لجوغ اليوم. يتكلمون عن الضوء في الحقيقة. يمكن أن يمر. المقصود يمكن أن يمر الضوء. ولكن هم يقولون هنا أترافيغ ليكال لوجور التي من خلالها النهار. يستطيع يمر المقصود التي يستطيع من خلالها أن يمر الضوء من هذه تسمى لبيرسيان إذا الناس كانوا يفتحون النوافذ ويسألون سائل بارد ثم عندنا لا دوزيام ميزون إذا المنزل الثاني لم يقل شيئا سي بارسكيل كيل لأنه ليس هناك شخص المقصود هنا لأنه ليس به شخص لا يوجد به أحد سي باسك نيا بيرسون لانه لا يوجد احد على تخوازيام المقصود هنا على تخوازيام ميزون على تخوازيام ميزون في المنزل الثالث وعند الثالث ديودا دا بورت لا ما اذن ديو انه حمل اليد ا ساك المقصود بانه هز يدو ودال الساك ديو دا بورت لا ا سون ساك وضع يده في الكيس من الجلد ا إيه ابل ثم نادى أنا أنتخ للكورة. إذن بدأ ينادي وهو داخل إلى الساحة ساحة المنزل. وف دوميني وف دوميني. طبعاً وف كنا عندنا هنا. إن وف إن فام دون الماري هي مور. إن وف إن فام دون الماري هي مور. إذن اتكلم عن إن وف هي المرأة دون الماري التي زوجها. امر انه توفي اذا نتكلم عن امراه توفي زوجها طبعا في حاله الزوج نقول ذف في مكان في انا اف اذا هو بدا يناديها بهذا اللقب اذا نتكلم عن امراه مات زوجها دوميني اذا هي اسمها دوميني لا ذف دوميني être دو اتر دون جاردان اذا لا ذف دوميني هذه المراه دواء اتر يجب ان تكون المقصود ما يمكن أن تكون الا دون جغده في الحديقه اذا هذه المراه لا يمكن ان تكون الا في الحديقه اذا هو توقع وجودها في الحديقه il pourrait poser la lettre sur la fenêtre avec une pierre dessus طبعا نتكلم هنا على فير بوفوار اذا يمكنه هو يمكن سعي البريد بوزي لا ان يضع الرساله سور لا فوق النافذة إذا هنا نتكلم عن لا النافذة نافذة avec une pierre dessus مع حجر فوق حتى لا يأخذ الرسالة الريح إذا حتى لا يأخذ الريح هذه الرسالة إذا هو يمكن أن يضع الرسالة في النافذة داخل النافذة ثم يضع فوقها حجرة حتى لا يأخذ الريح il pourrait poser lettre sur la fenêtre avec مع une pierre dessus حجر فوق حجر فوق يعني فوق الرسالة ميلاتون ما إلى ولكن هو ينتظر هو يمكن أن يفعل هذا ولكنه فضل الانتظار ميلاتون ما إلى الطن ولكن هو ينتظر طبعا نتكلم هنا على الغير اتوند لا لابياي العجوز أن سمعت المقصود بأن سمعت نداء سعي البريد إذا هنا نتكلم على لو أنتوندر وهنا نتكلم عن لو فيرب اتوندر ما إلى طون ما إلى طون ولكن هو ينتظر لا في اي اونتوندي العجوز سمعت ال تخان سي صابو او كوان دو لا ميزون ال تخان سي صابو او كوان دو لا ميزون كما نقول هي سمعت هي تجر يعني حذاءها نتكلم على صابو نوع من الاحذيه ال تخان سي صابو كما نقول انها تجر Au coin de la, maison. la deuxième maison ne dit rien, c'est parce qu'il n'y a personne. À la troisième, Dioda porte la main à son sac et appelle en entrant dans la cour Veuve Dominée. La veuve Dominée doit être dans le jardin et il pourrait poser la lettre sur la fenêtre avec une pierre dessus. Mais il attend. La vieille a entendu, elle traîne ses sabots au coin de la maison. L'œil méfiant, la vieille regarde la lettre sans la prendre. Elle tape sur les poches de son tablier pour y chercher ses lunettes, mais une paire de lunettes ne sert à rien quand on ne sait pas lire. Ça vient de mon ange, qui va me dire ce qu'il écrit. lui fait la lecture, elle pense que l'instruction est une chose bien utile. L'œil méfiant. اذا نتكلم عن العين كما نقول متشككه لو ميفيو العين متشككه نقصد هنا بان عيني العجوز انها كانت متشككه عندما اعطى رسالة، اخذت تنظر اليها طويلا قبل ان تاخذها وكانها خائفه اذا لو ميفيو عندما نتكلم عن لو فيرب في مثلا في دو كيلكو شوز يعني انك تشك في شيء انك تخاف من شيء ما لو ميفيو اذا نتكلم عن العين متشككه العين خائفه لا فيي غوغارد لا لاتر سو لا اذا العجوز تنظر الى الرساله سو لا بدون ان تاخذها اخذت تنظر اليها ولكن بدون ان تاخذها لا فيي غوغارد لا لاتر سو لا بروندر ايطاب سور لي دو ثم انها طاب ان اخذت تتلمس سور لي بوش سور لي بوش دو سون طابلي اخذت تتلمس فوق جيوب وزرتها لا في غارد لا لاتر سون ابروندر اي طاب طبعا نتكلم على الغير طابي الغير طابي سور لي بوش دو سون طابلي اذا اخذت تتلمس او تتحسس من فوق جيوب وزرتها لماذا pour y lunettes. ses لكي تبحث في عن سيلونات نظارات يا ما إل بار دو لونات ولكن زوج نظارات من الصغار لا يصلح لشيء كنت نصي ليغ عندما لا نعرف القراءة إذن في ماذا ستفيدها هاد زوجين نظارات مادامت أنها لا تعرف القراءة ما إل بار دو لونات ولكن زوج نظارات نصيغ أنه لا يصلح لشيء قلت نصي باليغ عندما لا نعرف القراءة طبعا عندنا انا نصيغ أغيان حنا عندنا لو فيرب يعني الصالوحة أو خدم. ثم عندنا لو فيرب سافوار با. سيبا نصي نو سيبا ليغ كونتون إذا سيبا ليغ إذن هذا فيه العرفة كونت اون سي ليغ عندما لا نعرف قراءة طبعا عندنا ايضا لو ليغ الذي يعني قراءة لا ليكتور هي القراءة سافيا دو أنجيل. سافيا دو أنجيل. اذا هذه اتت من انجيلي ابنة المرأة العجوز تسمى انجيل اذا هي قالت صافية هذه اتت دو أنجيل من انجيلي من ابنة انجيل تي فا مو tu vas أنت ستقول لي ce qu'il écrit ce qu'il ماذا تكتب المقصود ماذا كتبت هنا ديودا لوي فعل ليكتور إذا ديودا فعل لها القراءة المقصود أنه قرأ عليها ماذا هناك ماذا هناك il pense que l'instruction est une chose إذا هو يعتقد طبعا هذا بونسي فعل فكر ولكن أيضا يعني اعتقد إي بونس كو لانستخيكسيون اذا هو يعتقد بان لانستركسيون بان التثقيف اذا هو يعتقد بان التثقيف او التعلم بمعنى اخر اي تون شوز شيء ما جد مهم اكيد ان الانسان عندما يعرف القراءه والكتابه هذا امر مهم il pense que اذا هو يعتقد بان التعليم او التثقيف تعلم القراءه والكتابه est une chose bien utile pour j'ai deux moins. Lui, méfiant, le vieux regarde la lettre sans la prendre et tape sur les poches de son tablier pour y chercher ses lunettes. Mais une paire de lunettes ne sert à rien quand on ne sait pas lire. Mais une paire de lunettes ne sert à rien quand on ne sait pas lire. Ça vient de mon angèle Tu vas me dire ce qu'il écrit Dioda nous fait la lecture. Il pense que l'instruction est une chose bien utile. Dioda vient de marcher encore un kilomètre pour distribuer trois lettres. À But on n'entretient pas grande correspondance. Lui, il aimait avoir une lettre pour chaque maison. Mais puisqu'il n'en a pas, tant pis. Après tout, il donne ce qu'il a. Il ne peut pas en fabriquer. Il s'en va tranquillement. ديودا في دو مارشي انكور اكيلومتر ان اذن ديودا في دو مارشي اذن ديودا الان هو قطع او انه تمشى انكور لازال او بمعنى اخر ايضا اذا هو الان تمشى ايضا 1 كيلومتر اذا هو تمشى ايضا كيلومترا بو ديستريبيي 3 لتر من اجل ان يوزع ثلاثه رسائل طبعا لو فار ديستريبي هذا فيها الوزع دي ودا دو مارشي انكور ان كيلومتر اذا دي الان هو تمشى ايضا فوق ما قطعه قبلا 1 كيلومتر تمشى كيلومترا مسافة كيلومتر بور ديستريبي تخوا لاتر بور ديستريبي تخوا لاتر لكي يوزع ثلاثة رسائل متبقية له أكلاكبي في هذه المنطقة التي تسمى كلاكبي، أون با كغروند كوريسبوندونس. أكلاكبي، كلاكبي، با كغروند كوريسبوندونس. إذا في كلاكبي، أون نونتروتيان با. طبعا هنا عندنا لا فيرب أونتروتينيغ. يعني أنك تعالج شيئا، أنك تصلح شيئا، أون با كغروند correspondance. يعني في هذه المنطقة أن الناس لا يتعاطون كثيرا لي. مراسلات المقصود أن ليست هناك مراسلات كثيرة ليس هناك رسائل توزع بشكل كبير أكلاك بي أون نونتخو تيا با غوند لوي بالنسبة له إل أمغي إذن إل أمغي أفواغ إن لاتر بور شاك ميزون بور لوي لوي بالنسبة له إل أمغي أفواغ إن لاتر بور شاك ميزون طبعا هنا عندنا لغة أمي مصرف فيه لو كونديسيونيل بريزون طبعا تنعرفوا أن لو بريزون تيجي من اجل الشك من اجل شيء ما لا يحصل غير حاصل في الواقع اذا هو يحب ولكن هل هذا الذي يحبه موجود اذا هو يحب لو كان هو يحب لو كان عنده رسالة لكل منزل ولكن هذا غير حاصل إذن طبعا نصرف لو أمي Au يصلح طبعاً لمثل هذه الاستعمالات. lui il, aimrei, il aimrei avoir une lettre pour maison. إذا بالنسبة لساعي البريد هو يحب لو أنه عنده إيمغي avoir يحب لو أنه عنده une lettre pour maison رسالة من أجل كل منزل. ما بويسكيل ولكن <applause> ما مادام هو بويسكو، بويسكو مادام، مي بويسكيل ننابا، ولكن مادام هو ليس عنده، ليس عنده منها، منها هي هاد الأون، من هاد الرسائل، التي يتمناها، لو كانت عنده، لأعطى لكل منزلين رسالة، إذا هو لا توجد منها، ولكن مي بويسكيل ننابا، ولكن مادام هو ليس عنده ليس عنده منها منها من هذه الرسايل التي يتمناها لو كانت عنده لاعطي لكل طومبي، طومبي طونبي كما نقول تبن اذا هذا الطومبي كما تلاحظوا هنا طومبي كنت كلكو شوز كونتو كلكو شوز عندما نتاسف عن شيء ما ما يكون ني ما يكون ني ولكن لا نستطيعه اذا نحن نتاسف عن شيء ولكن لا نستطيع تغييره اون دي طومبي نقول طومبي نقول تومبي. على عكس هذا، كونت أون أبخو كيلكو شوز، عندما نتلقى شيئا، كي في بليزيغ، التي ترضيك. المقصود عندما نتلقى شيئا يرضينا، اون دي إذا نحن نقول توميو. كما نقول هذا أحسن. إذا عكس الأولى. إذا طبعا، هنا الساعي البارد يتأسف على شيء. هذا الذي تاسف عليه طبعا هو لو كانت عنده رسائل لو كانت عنده رسائل لاعطى لكل منزل رساله ولكن هو في النهايه ليست عنده منها اذا طومبي اذا يقول طومبي ابخيتو المقصود هنا بعد كل شيء ابخيتو ففي النهايه وبعد كل شيء إيل سكلا هو يعطي ما عنده إذا هو سيوزع رسائل كتبت من اشخاص اخرين هو لا يستطيع ان يعطي رسائل غير موجوده هذا الذي عندنا هنا ان بابا اون هو لا يستطيع ان يصنع منها المنازل التي ليست لهم رسائل هو لا يستطيع ان يصنع لها رسائل ان بابا اون فابريكي هو لا يستطيع ان يصنع منها طبعا لو فابغيكي فابريكي ومن كلمه لا فابريكاسيون يعني الصنع إذا هو لا يستطيع أن يصنع منا أن يصنع منا هي هاد أون بحال اللي عندنا هنا هاد أون ما كاين لون ولكن هو ليس له منا هنا إل نو بو أون فابريكي هو لا يستطيع أن يصنع منا إل سون فا ترونكيلمون إل سون فا ترونكيلمون إذا هو يسير في إتجاهه بهدوء ترونكيلمون بثبات إلى غير ذلك Donc, ici, nous avons le verbe « sonnali ».« Nrafi al-yadak ».« Sonnali ». C'est-à-dire que tu t'assoies, tu te réunis, tu te laisses à un endroit ou à un, truc, un, truc, un truc autre Donc, comme nous l'avons dit, Dioda vient de marcher encore un kilomètre pour distribuer trois lettres. Pour distribuer trois lettres. Donc, là, on n'entretient pas grande correspondance. Lui, il aimerait avoir une lettre pour chaque maison. Mais, puisqu'il n'en a pas, tant pis. Après tout, il donne ce qu'il a. إن الضباء فابريكي إل سونغا تخونكيلمون إذا نستأنف فقرة القديمة مع نصوص أخرى حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله